من أخيرة الجريدة والتي جاءت بعنوان هو حال الكهرباء عاوز بلاغ. يبتدر البوكاش في زاويته بالقول من الأخبار المستفزة التي لا تدري هل تسخر منها أم تبكي بسببها، ما جاء عن أن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء كشفت عن اتجاهها لإطلاق خدمة الرسائل النصية ضمن خطة تحسين خدمة البلاغات، وأن الشركة أقدمت على اتخاذ هذه الخطوة في إطار مساعيها لتحسين الخدمات المقدمة خاصة فيما يتعلق بتلقي الشكاوي والبلاغات الواردة من العملاء. يقول الكاتب: إن كان لنا أن نعلق على هذا الكلام الغريب والعجيب والمستفز جدا من شركة توزيع الكهرباء، فلن يكون غير أن نترك السطور بيضاء على طريقة ذلك الكادر الشيوعي الساخط الذي قيل أنه ضبط بواسطة كوادر الأمن حين كان يوزع منشورات عبارة عن أوراق بيضاء، ولما سئل عن هذه الطريقة الغريبة قال: هو الحال ده عاوز كتابة، فنقول هو حال الكهرباء ده عاوز بلاغ. ويتساءل المكاشفي ويقول: على ماذا نبلغ؟ على كهرباء، على كهرباء لا وجود لها، فعدم وجود الكهرباء هو الأصل وحضورها هو الاستثناء، فكيف بالله عليكم يا أهل الكهرباء يبلغ الناس عن شيء غايب؟ ويقول: أحضروا لنا الكهرباء أولا، ثم بعد ذلك إذا حدثت أعطال طارئة سنسارع لإبلاغكم بها على رقمكم الخاص لاستقبال البلاغات. والمنطق يقول إن من لا يخطئ هو من لا يعمل أصلا، وهكذا الحال مع أعطال الكهرباء، فالأعطال تحدث عندما تكون هناك كهرباء، وعندما تغيب الكهرباء فلن تكون هنالك بالطبع أعطال ليتم التبليغ عنها. ويختم الكاتب زاويته بالقول: لا ندري ماذا كانت تفعل وزارة الطاقة وإدارة الكهرباء طوال هذا الزمن المتطاول للأزمة، فالواقع المعاش على الأرض ينبي بأنها لم تفعل أي شيء لتحسين الإمداد، إذ ظلت أزمة الكهرباء المستفحلة تتراوح ما بين الأسوأ والأسوأ جدا. فيا أمراء الكهرباء، إننا لا نستطيع أن نبلغ عن أعطال كهرباء غائبة.